يتابع محمد أمين الكوكي مع ناشطين وعدد من المحامين داخل المحكمة الابتدائية بتونس أول قضية ترفع ضد جمعية شمس التي تعنى بحقوق المثليين، بعد أن أثار حصولها على ترخيص قانوني جدلا حول الحريات الفردية في تونس رغم منع النشاط العلني للمثليين. نحن ما نحبوش فتنة في البلاد، نحب نصلحه في البلاد، خاطر تونس توا إذا يعني خذت التأشيرة هذه نجم نقولوا أن شباب فما شعب ينجم يتقسم إلى اثنين. راه علاش؟ خاطر اللي فما شكون مؤيد فما شكون مش مؤيد، هما قالوا نسبة 40% يعني منهم هما، والستين اللي بنتصورهم نحن باش يرفضوا. ونحن كنا بمبادرة الأولين أو السباقين في تقديم قضاء. هذا الشاب وكغيره من المثليين وجد في جمعية شمس غطاء للنشاط والتعبير عن نمط حياة يرى كثيرون أنه يخالف العرف والتقليد في تونس، ويدافع عن وجود هذه الجمعية. الجمعية هذه من حقها أنها تنشط كما بقية الجمعيات الأخرين لدفع على حقوق العباد في بيانشور في ليميت معينة، دون دي ليميت اللي كونه هو يعني الدفع على العباد اللي تستحق كونها باش تدفع عليهم. به جمعية كونها تجيب دفع على منطقة الأقليات، ودي ما نسمع بها منطقة الأقليات اللي تتعدى، يعني جست كلمة وتتعدى، ما لقيت فمش دفاع صحيح. جدل أثار حفيظة رجال الدين في تونس يرون في التصديق للجمعية جهرا بإقرار المثلية التي يرفضون الاعتراف بها أو بحقها في الوجود. احنا لما ندافعوا على حرية الناس ما نشبش نوصلوا إلى درجة أن نحارب وجود الإنسان، هذه الفكرة تحارب وجود الإنسان من أصله. ثم اليوم نشوف حالة تونس، خاصة تونس في الطلاق النسبة الأولى في العالم العربي. يزمنا نحلوا مشكلة الطلاق، يزمنا الزواج نشجعوني. شنو هو الزواج؟ هو بناء الأسر. إذا كان اليوم أنت تجيني في بناء الأسر وتحب تدمره وتقول لي لقيت حل، شنو هو الحل اللي لقيته باش نشجع اللواط؟ يعني زادت الطينة بلة. جانب كبير من التونسيين يرى بأن إثارة الجدل حول النشاط المدني والعلني لأقلية مثلية في البلاد قد يزيد في توتر الشارع في مرحلة ينتظر فيها التونسيون استقرارا أمنيا وتحسنا للوضع الاقتصادي والاجتماعي.